بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ كل سنة حضراتكم طيبين جميعا، كل سنة حضراتكم طيبين. بمناسبة قدوم شهر المبارك شهر رمضان، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. أهلا بكم، أهلا بكم في أجواء رمضانية جميلة. أنا فضلت إن أنا أسجل لحضراتكم الفيديو ده وتكونوا مشاركيني في سماع الأجواء الرمضانية الجميلة، القرآن وهو بيشن في أذاننا ومتعنا بيه. حضراتكم الأجواء الرمضانية دي أجواء ما تتعوضش، وأجواء ممتعة نفسيا وروحانيا وبتغذي الروح بشكل كبير جدا جدا. أنت بتطلع على سطح بيتك، شوفوا حضراتكم المنظر الجميل اللي أنت بتطلعه، بتستمتع بهذا المنظر وأنت على سطح بيتك كده. بصوا يا جماعة الجمال والمتعة اللي أنت فيه. حضرتك قاعد على سطح بيتك كده، القعدة الجميلة دي، بصوا حضراتكم اوريكم حضراتكم القعدة اللي الواحد بيقعدها عاملة ازاي. بصوا بصوا يا جماعة، احنا مجهزين، عاملين عندنا المصلية بتاعتنا، المصلية بتاعتنا بنصلي عليها العصر، وعندنا المكان اللي احنا بنقعد فيه. بصوا يا جماعة المكان، عاملين قعدة جميلة خالص اهيت، وعندنا والخيارات بتاعت السطح اللي احنا جمعناها كمان اهي، الطماطم جمعينه، وعندنا المكان بتاعنا، وعندنا ورقنا العنب فوقها يا جماعة على وشكم كده ان شاء الله. بصوا يا جماعة العنب، ودي البشمله فوق اهي، شوفوا يا جماعه البشمله، البشمله عندنا اهيت. وما اجملها ايام، وما اجملها على الله علينا الايام باليوم والبركات جميعا. وعنبنا اهوت يا جماعه، بصوا عندنا التين اهوت بدا ان شاء الله، عملنا له اكسار اهوت يا جماعه، التين الاسباني عملناه من العقل، وان شاء الله هتشوفوا الباقي يثمر ان شاء الله. انا قلت بس حضراتكم شاركونا هذه اللحظات الجميله في المتعه بالسطح اللي انت تقعد عليه ترتاح فيه نفسيا. بصوا يا جماعه صوره سيلفي مع الرمان بتاعنا، زارعينه اهوت، شوفوا الرمان يا جماعه، ده رماننا، رمان البلد الجميل الاحمر. بصوا يا جماعه الرمان زارعينه فوق على سطح بيتك، عندك رمان اهو، عندك ورا عنب، شوفوا يا جماعه العنب ورا، هنحشي عنب اهو قريب، عم قريب هنحشي عنب. عندك ما شاء الله لا قوة الا بالله، كل الخيارات اللي تصورها في حياتك. عندك الليمون اهو، ليمون ده ليمون بانشيه، ليمون فرنساوي، ليمون فرنساوي. عندنا ان شاء الله يبقى عندنا عطر جميل، عندنا ده ياسمين هندي، ياسمين هندي بدأ يطلع اوراق جديدة اهوت، وعندنا التين اهو كمان. يعني انت مش بصوا حضراتكم المنظر ورايا عامل ازاي، والدنيا بتبقى جميلة وانت على سطح بيتك بالمنظر اللي انت حضرتك شايفه ده كده. بص الخلفية يا جماعة وراك، انت قاعد على السطح كده، شوف خلفية الجمال اللي وراك ده، ده اللي وراه طبعا نزل على دماغي ده، ده الباشون فروت، باشون فروت او شجرة العاطفة. وعفوا لو الصوت طبعا القرآن يغطي على اصواتنا جميعا، نكون مستمتعين ان هو يكون هو السائد ان شاء الله رب العالمين. حضراتكم تقضوا رمضان كريم وتستمتعوا بهذه الايام المباركه. انا بس قلت لحضراتكم اوريكم الدنيا معانا عامله ازاي وانت في سطح بيتك بالمنظر الجميل ده. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه المنظر، احنا النهارده لسه اول رمضان، المنظر بتاعك وانت في بيتك كده بالمنظر الجميل ده، شوفوا يا جماعه، انت عندك اهو منظر بمنتهى الجمال ومنتهى الروعه ومنتهى المتعه. ده شجرة نب أو سدر يا جماعة، نب أو سدر، وده عندك خط جامد أهو يا جماعة، بادئ من أول الدراجون، بصوا دراجون فروت أهو، دراجون فروت، والأشجار التانية. عندنا ليمون أهو، عندنا ليمون، ليمون يا جماعة، بصوا ليمون، ليمون أهوت أسمر وطلع براعم جديدة أهو كمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي شجرة تانية ليمون. عندنا جوافة، ناكل كل حاجة ما شاء الله من على سطح بيتك يا جماعة، كل ما تتخيله على سطح بيتك، حتى التين اهو طرح زي التين اللي حضراتكم قلتلكوا اهو، ده بقى طرح اهو، جاب طرح جديد اهو يا جماعة. وانت حضرتك انت بتعيش حاجة من اجمل ما يمكن على سطح بيتك، وانت بتستمتع بهذه المناظر الجميلة اللي لا يمكن تكون يعني تتوفر لك في اي مكان تاني. بص يا جماعه المنظر اللي انت عايشه، المنظر ده كده
مع جولة مع سطح البيت ده كده بالمنظر الجميل ده. الأحواض دي إن شاء الله إحنا زرعنا ذرة يا جماعة، زرعنا ذرة أهو. الذرة ده مزروعة بقاله حوالي 10 أيام، وإحنا النهاردة 23/3 عندنا جرجير أهوت هنقطعه، وعندنا خاص هننزل بيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لك أن تتخيل أن هذا المنظر على سطح بيتك يا جماعة، المنظر ده على سطح البيت بتاعنا. بصوا انت تتجول في وسط حاجه منتهى الجمال والمتعه اللي في الدنيا، اللي انت لا يمكن تتخيلها. شوف يا جماعه المنظر، انت يعني والله حاجه تسعدك وتخليك منتهى الجمال. بصوا الخلفيه اللي وراها يا جماعه المنظر، حاجات المدلدله دي ايه؟ حاجه المدلدله دي يا جماعه بيبينو، والبيبينو ده من الفواكه الاستوائيه الجميله اللي عملنا رقم فيديو عنها كتير. وشوفوا حتى يا جماعه انا حاطط كرسي هنا على سطوح، لو انا حبيت اقعد اقضي وقت وانا قاعد بقضي وقت جميل اهوت، قاعد الدنيا زي الفل. بصوا المنظر وراه يا جماعه، حضراتكم شوفوا كده الدنيا عامله ازاي فيه. يعني انت لك ان تتصور ان هذا المنظر، الخلفية الجميلة المبهرة اللي انت حضرتك بتشوفها ديت على سطح بيتك يا جماعة، على سطح بيتك انت قاعد. بص يا جماعة المنظر، بص يا جماعة المنظر وراك، احنا بنغير الاوضاع. ورايا هنا كده اوليفيرا، ورايا اوليفيرا هي بالخلفية، ورايا كان قبل كده، ورايا بلو بيري في الشجرة اللي في الخلف ده على طول، ورايا بلو بيري، ورايا بلاك بيري اهو فوق باشن فروت اهو. بص يا جماعه المنظر، بص المنظر وراك، يعني انت عايز ايه اجمل من كده يا جماعه؟ ان انت ممكن تقعد في حاجه زي ده كده تستمتع بالمنظر الرائع اللي يخليك تنزل مرتاح نفسيا، ما انتش محتاج تقعد فيه مع اي حد بره في اي حاجه. بص يا جماعه اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده ثمره البيبينو يا جماعه. شوفوا البيبينو، بص يا جماعه البيبينو، بيبينو بجماله بطعمته بحلاوته. بشوف الانتاج يا جماعه، شوفوا الانتاج. كل سنه وحضراتكم طيبين للمره الثانيه والثالثه، وان شاء الله رب العالمين احنا عندنا بفضل الله المكان ممتع للقعده والاستمتاع بالاجواء الرمضانيه بشكل كبير جدا جدا جدا. وريت حضراتكم تعملوا حضراتكم المنظر ده عندكم في بيوتكم كلها، هتستمتعوا بالمنظر ده زي ما انا عامل. يا جماعه الخلفيه اللي وراها دي بلاك بيري، ده بلاك بيري يا جماعه، بلاك بيري من اغلى اغلى فواكه العالم. واتمنى ان يكون حضراتكم مستمتعين بصوت القران الجليل الجميل اللي شغال معايا في الخلفيه بتاعتي وانا بتكلم، زي ما انا مستمتع بيه، وبنستنى الايام الجميله دي عشان استمتع بهذه الاجواء الرائعه المغذيه للنفس اللي بتطهر من النفس. شايف في يا جماعه طيارات كده، بصوا في طيارات بقى بدأوا الشباب الصغير يعملوا طيارات ورق ورق. بصوا اتمنى لو المنظر جاي عليها، يعني حضراتكم شايفينها هي في الخلف ورايا كده، في طيارات ورق هناك. مش عارف حضراتكم واضحه منها ولا لا. اتمنى ان تكونوا حضراتكم استمتعتوا بالفيديو ده زي ما انا استمتعت بحضراتكم، واشكر حضراتكم على حسن المتابعه. وبس حبيت النهارده ان انا اخليكم تعيشوا معايا اجواء رمضانيه جميله، واشكر لحضراتكم مره ثانيه وثالثه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.